تحاول تحقق الخطوة الأولى. سباق انطلق من ستينيات القرن الماضي وما زال مستمر. نحن واجهنا الكثير من التحديات، فرحنا بالنجاح ولم نسلم مرارة الفشل، ولكننا نحن على الطريق، الطريق إلى المريخ. وين كانت نقطة البداية؟ ومن كان أول المنطلقين؟ وهل سارت الأمور مثل ما خططوا لها؟ في السنوات الأولى لعصر الفضاء كان التنافس مقتصر على الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقاً، وكانت باقي الدول تتابع إنجازاتهم وهي مبهورة. وبعد كم سنة من إطلاق هذا العصر الجديد زادت رغبتنا باستكشاف كواكب وأقمار مجموعتنا الشمسية. في البداية طلعنا لأقرب جار لنا، القمر، وبعد ما وصلناه كان من الطبيعي أن تتطور القفزات الفضائية لأبعد من القمر، فبدأت الدول تخطط لمهمات جديدة، وتم تصميم المركبات الفضائية لتكون قادرة على قطع ملايين أو حتى مليارات الكيلومترات. ومرت سنين كلها تحضير ودراسات لحد ما قال الاتحاد السوفيتي في سنة 1960 نحن سنقوم بالخطوة الأولى ونبعث أول مسبار للمريخ. وبالفعل أطلق السوفيت مرسنك واحد، لكنه فشل في الخروج من مدار الجوي للأرض، وبقيت روسيا مصرة توصل للمريخ. ومن بعد 10 محاولات فاشلة خلال 11 سنة قدر المسبار مارس 3 في تاريخ 2 من ديسمبر عام 1971 بأن يحقق حلم الاتحاد السوفيتي، ونجح بالوصول لسطح الكوكب الأحمر. خلال هذه الفترة كانت أمريكا تحضر للمنافسة مع روسيا بمهمات المريخ، وفي سنة 1964 أرسلت المسبار مارينر 3، كان أول محاولة للأمريكان وفشل، لكنهم في نفس السنة أطلقوا مارينر 4 ونجح بمهمته، وكان أول مسبار يدرس سطح كوكب المريخ عن قرب. واستمرت المهمات المريخية في التسعينيات. من كل المهمات اللي تم إطلاقها إلى المريخ ما نجح غيرها غير مارس جلوبال سيرفير من ناسا، واللي قضت 10 سنوات في مدار المريخ، وباث فايندر من ناسا أيضا اللي قضت 3 شهور على سطح الكوكب. مع تطورات التقنيات وزيادة نسب نجاح المهمات حدثت قفزة هائلة من مهمات الوصول للمريخ في بداية قرن 21. فخلال 10 سنوات الماضية زادت نسبة نجاح المهمات لتصل إلى 90% مقارنة بال 50% في العقود السابقة. موضوع الحياة خارج الأرض شغل البشرية، ومن ضمن محاولات الكشف عن حياة خارج الأرض بدأت ناسا بالبحث عن مياه على سطح المريخ. في 2004 أرسلت ناسا مسبارين سبيريت وأوبرتونيتي. استمرت سبيريت بالعمل 7 سنوات، بينما أوبرتونيتي ما زال يعمل حتى الآن، وقطع مسافة 42 كيلو على سطح المريخ. كما قام مسبار ريكونيسنس أوربيتر من ناسا بتصوير سطح الكوكب بالكامل بصور عالية الدقة. أما الصين وبريطانيا فأرسلوا مهمتين ولكن ما نجحوا. وفي سنة 2011 أرسلت ناسا المهمة الأشهر على الإطلاق، وهي مسبار كريوستي اللي وصل للمريخ في صيفية 2012، وقدر يحقق العديد من الأرقام القياسية والعديد من الاكتشافات العلمية. الهند كانت أول دولة آسيوية اللي تدخل بنجاح في هذا السباق من خلال مسبار منغوليان اللي نجح بدخول مدار حول الكوكب والتقط أوضح الصور لسطحه حتى الآن، وهذا الشيء كان في سنة 2014. الغريب في الإنجاز الهندي هو أن تكلفته القليلة على حد قولهم أنها لم تتجاوز 74 مليون دولار. كل دولة تحاول أن تجد لنفسها مكانة على خريطة مستكشفي المريخ، ولكن باستراتيجيات مختلفة. مثلا روسيا تعتمد على استراتيجية مختلفة تماما عن أمريكا. ناسا تعمل على توجه مباشر إلى كوكب المريخ، بينما تتخذ وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس من القمر كمنصة لإطلاق رحلاتها تفاديا لمثلث برمودا الفضائي. فكرة وجود مثلث برمودا في الفضاء كنا طالع من فيلم خيال علمي.
في الحقيقة هناك منطقة في الفضاء تتعطل فيها كمبيوترات المحطات الفضائية وتنطفي الأقمار الاصطناعية وتتوقف التلسكوبات البصرية عن العمل. وتم اكتشاف هذه المنطقة في سنة 1958 وربطها العلماء بوجود أحزمة فان آلن الإشعاعية اللي تم اكتشافها في نفس العام، وهي عبارة عن حلقات من الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية أو الأشعة الكونية اللي حبسها المجال المغناطيسي الموجود في الطبقات الخارجية للكرة الأرضية. سكان الأرض ما يشعرون بمثلث برمودا الفضائي، لكن المحطات الفضائية والأقمار الاصطناعية تعبر من خلاله مرات عديدة، ممكن أن تصل إلى 7 مرات في اليوم الواحد، وهذا الشيء يعرضها لهذه الجسيمات المشحونة. يوم تفكر دولة في إرسال مهمة للمريخ أو أي كوكب آخر، تروح في البداية لجمعيات علمية للتعاون معها وتأخذ آراء المجتمع العلمي الدولي عن أهم الأسئلة اللي لازم تجاوب عنها، وبناء على هذه الأسئلة يبدأ المهندسون في بناء نماذج مختلفة من نفس المسبار. هذه النماذج تمر على اختبارات دقيقة ومكثفة للتأكد من أنها بتكون مناسبة للمهمة. المرحلة اللي بعدها هي مرحلة الإطلاق. إطلاق المركبات الفضائية مهمة معقدة وتحتاج لحسابات دقيقة وخاصة تتعلق بنافذة الإطلاق، لأن في فترات زمنية محددة لازم تطلق المهمات المتجهة إلى المريخ، وهي مرة كل 2 سنين. في حال أرادت المركبة الفضائية أن تلتقي بمركبة فضائية ثانية أو كوكب ما، لازم يتم تحديد توقيت الإطلاق بحذر بحيث يشتبك مدارهما في نقطة محددة في المستقبل. هذه الفترة الزمنية تسمى بنوافذ الإطلاق، وعادة يتم التخطيط للبعثات لتتزامن مع وحدة من هذه النوافذ. وبالنسبة لمهمات المريخ، نحن نعرف أن الأرض أسرع في دورتها حول الشمس من المريخ، ولهذا فهي تلحق به أحيانا تسبقه أحيانا أخرى أثناء دوران كل منهما في مداره، ولكنهم يكونون في أقصى نقطة تقارب مرة واحدة كل 2 سنين. خلونا نتعلم أكثر عن مفهوم نافذة الإطلاق. اليوم ليش ما نحن نطلق صاروخ في أي وقت وفي أي مكان في السماء ونوجهه إلى المريخ؟ تخيل النظام الشمسي كمضمار سباق لألعاب القوة، ونقول أنكم تشاهدون سباق 400 متر من مركز المضمار، وإذا أردتوا أن تعترضون واحد من هذه المشاركين في السباق ممكن تفكرون تركضون وراء العداء، وإذا كنت تركض بسرعة كافية تقدر تمسكه، ولكن بتكون صرفت الكثير من الطاقة وركضت مسافة طويلة للوصول إليه. لكن في طريقة أفضل، وهي ببساطة أنك تمشي عبر المركز باتجاهه، وبذلك تكون وفرت الوقت والطاقة للوصول إليه. محاولات الاستكشاف المبكر علمتنا الكثير عن المريخ وأيضا عن الأرض، وهذه المعرفة خلت بعثات اليوم أكثر نجاحاً. ومن سنة 1996 خضع استكشاف المريخ لشيء مشابه لعصر النهضة، وتم تطوير نظريات جديدة عن الكوكب الأحمر. فوين وصلنا في استكشاف هذا الكوكب؟